خلينا قبل ما اخد اجابه حضرتك خلينا نروح لارض الملعب ولقاءات ما بعد المباراه كما عودناكم. مريم سميحه الزميله العزيزه وعبد اللطيف عثمان مدير الجهاز طبعا في النادي الاهلي، اتفضلي يا مريم. برحب بيك مره ثانيه كابتن هيثم طبعا وبضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي كابتن محمد صلاح كابتن كريم جمعه. الف مليون مبروك النادي الاهلي للسيمي فاينل او لنصف النهائي ان شاء الله، بكره هيواجه النصر الليبي بعد فوزه النهارده بثلاث اشواط مقابل لا شيء امام الشرطه ايرواندي. وطبعا معايا دلوقتي احد اهم نجوم الفريق كابتن عبد اللطيف عثمان مدير الفريق طبعا للنادي الاهلي. برحب بيك يا كابتن عبد اللطيف، طبعا النهارده مشرفنا على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك. قبل ما نروح لماتش النهارده انت تم تكريمك كاحد رموز نجوم الكره الطايره في النادي الاهلي، لفته اكيد كبيره من النادي الاهلي وده اللي متعودين عليه من مجلس اداره النادي الاهلي. رايك ايه مش بس في تكريمك ولكن في تكريم ايضا بقيه نجوم ورموز نجوم الكره الطايره؟ السلام عليكم. انا بس حابب احب كابتن هيثم وكابتن محمد صلاح وكابتن كريم جمعه، والحمد لله النهارده على التاهل. موضوع التكريم ده هي مش حاجه جديده خالص على النادي الاهلي الحمد لله، يعني يمكن عشان عارف الموضوع معمول فيه مجهود كبير جدا من قبل البطوله وازاي هم بيتحاولوا يتواصلوا مع كل الناس عشان يكرموا كل الناس اكبر عدد ممكن، في حاجه جميله جدا وردود افعالها كبيره جدا جدا على ناس كتير الحمد لله. طيب خلينا بقى نروح لماتش النهارده، يمكن انا يعني شايفه ان ده اصعبهم طبعا ولكن الحمد لله برضو قدر النادي الاهلي بشخصيته وكمان بنجوم طبعا الفريق قدروا النهارده ان هم يتاهلوا للسيمي فاينل، وده يمكن كان هدفكم من الاول يا كابتن ان انتوا تحوزوا على او تحصلوا على لقب البطوله دي كمان. والله الحمد لله، يمكن النهارده انت كل ما بتخش كل دور زياده في البطوله كل ما المنافس بيبقى المستوى اعلى. الحمد لله اللعيبه النهارده قدرت يعني تحافظ على الاداء بشكل كويس، حصل فيه روتيشن مش كبير الماتش بتاع النهارده، والراجل الحمد لله بيعمل روتيشن كبير في الفرقه بشكل كل ماتش عن التاني عشان الماتشات اربع ايام ورا بعض. فالحمد لله لا اللعيبه بتادي بشكل كويس، كل شويه كل يوم بنخش التركيز اعلى في البطوله، المنافس بيزيد قوه، فان شاء الله على الماتشين الجايين بكره ان شاء الله النصر ونعديه ان شاء الله خطوه خطوه كده ونوصل للنهائي تبقى اللعيبه في احسن مستوى ليها ان شاء الله. انتوا دايما يا كابتن بتفصلوا ماتش عن ماتش ولكن بكره الحقيقه يا مواجهه صعبه امام النصر الليبي، شفنا يعني يمكن اداء كبير منه في مبارياته وتحديدا النهارده مباراه الكوارتر فاينل، مواجهتهم بكره شايفها ازاي امام النصر الليبي؟ بصي يعني هو ماتش فرقه محترمه جدا ومعاها اثنين لعيبه محترفين، اعتقد يعني احنا شغالين عليهم برده لان هم من اول البطوله بيبقى باين مين الفرق اللي هي المميزه شويه، الطاقم التحليلي التقني شغال على الفرق دي كلها من اول البطوله بحيث ان احنا يعني مقابلات متوقعه، بس ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله نبقى في احسن حال للماتش ويبقى تركيز ونقدر نخلصه بشكل كويس ان شاء الله. شكرا ليك يا كابتن، نورتنا وشرفتنا. طبعا ده كان لقائنا يا كابتن هيثم مع كابتن عبد اللطيف عثمان مدير الفريق.